تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلمين، مرحبا بك ولاء. إذن كما تابعنا كلمة أشتية مغالبا دموعه التي لم يستطع أن يتملكها وأجهش بالبكاء في هذه الكلمة المؤثرة له، الآن على أي محاور تتحرك أو تريد أن تتحرك السلطة الفلسطينية اتجاه الأوضاع المتأزمة والحرب على غزة الآن؟ نعم، أهلا بكم. كما تحدث رئيس الوزراء دكتور محمد شطية أنها كخطوة أولى يطالب المحكمة الجنائية الدولية بخطوة احترازية باعتقال المجرمين، مجرمين الحرب الذين ينسفون كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة، وأيضا طالب الدول بسحب سفرائها من دولة الاحتلال، وحي هؤلاء الدول التي تمت سحب سفرائها من الدول، كما وطالب أيضا الأمم المتحدة بأن يكون هناك وقوف على الجرائم التي هي جرائم إبادة بكل ما تعنيه الكلمة في حق الشعب الأعزل في قطاع غزة. إذا تحدث دكتور محمد شطية عن قرار اقتطاع الأموال من جديد ما بين والفصل ما بين الضفة وقطاع غزة، لا يكفيهم تقطيع الأوصال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والآن يريدون تقطيع أوصال الأموال التي تأتي للقطاع ونهبها وسلبها لصالح المستوطنين وأيضا المستوطنات كوسيلة لعقاب جماعي سواء للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وهذا ما تحدث به الرئيس محمود عباس وأيضا رئيس الوزراء دكتور محمد شطية، أنه لن تستطيع الحكومة أخذ أي أموال منتقصة من أموال المقاصة إذا كانت هناك نقص لهذه الأموال، خاصة أموال قطاع غزة، حيث لا يمكن يعني أخذ هذه الأموال، وهناك أيضا دول ستتدخل لأن تكون هناك نتائج لهذه الأموال التي تحصل عليها بالفعل السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة، وهي جباية من قبل الإسرائيليين للسلطة الفلسطينية بحكم أنها لا تتحكم بالبر وأيضا الجو وأيضا البحر بإدخال البضائع التجارية إلى فلسطين. تحدثت يعني جميع الأطراف بأنه يجب أن يكون هناك ممر إنساني هادئ وآمن للفلسطينيين، سواء لإدخال المواد التموينية وأيضا المساعدات الطبية وللناس في قطاع غزة، وأنه يجب عدم استمرار هذه الإبادة الجماعية لأهلنا في القطاع. أيضا نتحدث عن جل الأوضاع في الضفة الغربية، لغاية الآن نتحدث عن يعني منذ الصباح الباكر شهدت بلدة حلحول اقتحام للبلدة، وأيضا نتحدث عن الشهيد هو محمود الأطرش 21 عاما وخمسة إصابات في بلدة حلحول، فيما اقتحمت قوات الاحتلال العديد من مدن الضفة الغربية من الشمال وحتى الجنوب، تمخضت عن ذلك مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بشن حملة شرسة مجددا على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، نتحدث عن نحو قرابة 70 مواطنا فلسطينيا تم اعتقالهم من الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نتحدث عن ثلاث سيدات منهم منال دودين وأيضا منتهى الطويل وهي زوجة الأسير جمال الطويل، ونتحدث عن الفتاة التي تم اعتقالها وهي عهد التميمي. عهد التميمي هذه إعادة اعتقال لعهد التميمي كان على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لها فيديو صفعت جندي احتلالي دخل إلى بيتها وقامت قوات الاحتلال باعتقالها، الآن يتجدد هذا أمر الاعتقال وذلك بسبب منشورات داعمة للمقاومة الفلسطينية وداعمة للشعب وأيضا داعمة لقطاع غزة. نتحدث أيضا من جهة أخرى عن سموتريش وزير المالية الذي تحدث بشأن أنه يريد أن يكون هناك منطقة عازلة في الضفة الغربية ما بين مستوطنات الضفة والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما في موعد قطف الزيتون، وما تحدث عنه أنه يجب أن يكون هناك منطقة عازلة ما بين مستوطنات الضفة والمواطنين. في أي إطار جاء حديث سموتريتش ولاء؟ يعني هل كان يقدم إفادة صحفية؟ هل كان يتحدث لأعضاء في الحكومة أم ماذا؟
موضوع للنقاش في كابينة الحرب ذهب لمناقشة هذا الموضوع، ولربما في الأيام القادمة يمكن اتخاذ هذا القرار، كما اتخذ قرار يعني قبل قليل بأنه من ينشر أي عبارات تحريضية حسب ادعائهم أو يعني تدعم المقاومة الفلسطينية أو يدعمون الفلسطينيين في قطاع غزة سيتم أسرهم، كما حدث مع عهد التميمي التي يعني اعتقلت فجر هذا اليوم بفعل المنشورات التضامنية، مع أن في القطاع والمقاومة الفلسطينية يتم أسرهم وأيضا اعتقالهم لمدة سنة كاملة بفعل هذه المنشورات. أيضا من يتم اعتقالهم يتم اعتقالهم سواء على الحواجز العسكرية لم يقطع جنود الاحتلال الهوية يعني كان لافت، اسمحي لي المقاطعة الوقت يدهمنا، يطلب الهوات يعني كان لافت أن يعني يستدعي أشتيا المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم مرتكبي الجرائم، وأصلا المدعي العام للجنائية الدولية كان في المنطقة منذ أيام، ويعني كان واضح بشدة موقفه المنحاز ضد الفلسطينيين. في يعني إذا ربطنا ذلك بزيارة بلينكن لرام الله ولقائه بمحمود عباس، هل يعني الموقف الفلسطيني الآن يتبلور أكثر بعد زيارة بلينكن لعباس والحديث عن دور أمني للسلطة الفلسطينية في غزة؟ نعم، أريد أن أنوه لأمر يعني وقد استشفناه بكل شفافية عبر ما حدث بين الرئيس محمود عباس وأيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث كان هناك يجب أن تكون هناك من بعد هذا اللقاء كلمة سواء لوزير الخارجية الأمريكي أو حتى للرئيس محمود عباس عما تمخض عنه هذا اللقاء، ولكن ما تم الاستنتاج منه أنه يعني كل منهم يعني ذهب إلى جنب آخر وعدم إلقاء هذه الكلمة صحيح. أمام وسائل الإعلام، وذلك فقط ببيانات من وزير الخارجية الأمريكي وأيضا الرئيس محمود عباس، يعني ذلك يعطينا إشارة بأنه هذا اللقاء لم يتمخض عن نتائج إيجابية. وتحدث بلينكن عن حل الدولتين، الرئيس محمود عباس تحدث عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، ولا سيما أن ما يعاني القطاع من شحب الوقود، شحب الكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية، الغذاء والدواء والكهرباء وقطع للاتصالات، كل هذه يعاني منها القطاع، وذلك جاء بمقدمة ما تحدث به الرئيس محمود عباس، وقال بأنهم يضعون المسؤولية أمام الأمم المتحدة، وأن ذلك هذا ما تمخض عنه من بيانات سواء من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأيضا الرئيس محمود عباس. لا ننسى أن بلينكن شكر الرئيس محمود عباس لما تقوم به من دور السلطة الفلسطينية في أن تكون هادئة الضفة، ولكن بالفعل كان البيان الذي تحدث به الرئيس محمود عباس في شق مغاير عن الذي تحدث به أنتوني بلينكن، وذلك ما يعني أنه ليس هناك تقارب لوجهات النظر في هذا اللقاء ما بين النظيرين. شكرا جزيلا لك ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، حدثتنا من رام الله.